لكن اللي راد يدفع بهذا الاتجاه هناك سبب. السبب الاول راد انه يخرب العلاقه ما بين يعني الدكتور العبادي والسيد الصدر كشخصيه بيناتهم، يعني علاقات جيده كانت في منذ تلك الفتره. بلي. اراد يعني احنا حسب ما نقول يعني يخلص الغزل بيناتهم. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ارادوا ان يدفعوا بجمهور التيار الصدري بالحقد على الدكتور العبادي في تلك الفتره، وهو كان ايضا ناوي بالاتجاه الولايه الثانيه. حلو. هاي الرساله الاولى، يعني بمعنى استخدام الحكمه والعقل في تلك المرحله والتي اتت اكلها. طيب الرساله الثانيه اللي بعثها انه ما بعد العبادي، الفتره اللي اجت ما بعد العبادي وفتره رئيس وزراء يعني الدكتور عادل عبد المهدي اللي هي ما دامت لها سنه، صح، تم استخدام القوه، ولكن بالنتيجه ما هي النتائج والمعطيات اللي حصلنا عليها؟ اذا استخدام الحكمه في تلك الفتره جابت نتائج جيده، خاصه مع شعب اعزل يعني. حلو. متظاهرين عراقيين. نعم صح. نعم هو اشار في لقاء، اشار الرجل في لقاء وقال احنا يعني هذا العمل هو عمل غير قانوني وغير دستوري وغير مسموح به. حلو. اخطا مواطن، اخطا دخل. طيب. حتى تحت مكتبي، مكتب رئيس الوزراء، ولكن ليس هو يعني خروج عن السياده وخروج عن الامن القومي والامن الوطني، هو متظاهر. أيه. بالنتيجه يبقى متظاهر، وهي مؤسسات دوله وبكان المتظاهر. نعم اكو. حلو. حدود للتظاهر في هذه، تسمح لنا بمجموعه استفهامات استاذ البهادلي. يعني هسه انت فسرت اللي راد يقوله الدكتور او اللي قاله الدكتور العبادي، لكن الناس هوايه تسال امام التشكيك الاطاري هسه من قيادات اطاريه، هو الحدث صحيح لو خطا، ومن اللي راد يدفع الدكتور العبادي لمثل هكذا عمل واباده وجريمه جماعيه بحق عراقيين؟ يعني الدكتور العبادي عندما تكلم بانه كان قائد عام قوات مسلحه رئيس وزراء وتكلم يعني بصدق، لكن هو ما قال انه القيادات بالذات يعني انه استخدم سلاح يعني معين، ولكن قال اذا ما كانت حلول موجوده، بمعنى اذا ما لم تجد حلول في تلك الفتره علينا استخدام القوه. احنا استخدام القوه العسكريه منو طلب للحفاظ على امن الدوله، امن البلد، اي منو طلب، ولكن لا يستخدم ضد مظاهرين متظاهرين اعزل. يعني التيار الصدري متظاهرين، خلينا نحصرها لان هي الموضوع هو خاص بالمتظاهرين التيار الصدري. صح. التيار الصدري لو كان ما كان هناك قرار بالخروج من المنطقه الخضراء لم تخرجهم القوى العسكريه. يعني هاي النقطه سطر معروفه عنها. خرج هم، انما خرجوا بامر من يعني السيد مقتدى في تلك الفتره، والسيد مقتدى تجاوب مع السيد رئيس الوزراء. قلت لك اكو علاقه. حلو. طيب ولا تزال تربط هذه، من شكك بهذا الموضوع؟ بس احنا نريد نعرف الى انه من الجهه اللي طلبت منه. يعني ما معقوله يكون اني مواطن عادي ما اقدر اوصل الدكتور العبادي واطلب من عنده، مو ولا اي مواطن بالشارع، يعني مو يعني قيادات الإطار التنسيقي، لم تكن في تلك الفترة هناك إطار تنسيقي، إنما كانت مجموعة كتل سياسية وعليها رؤساء كتل أو رؤساء أحزاب نقدر نقول. تحالف شيعي. فكان تحالف، كان يمثل تحالف، كان يجتمعون يعني التحالف في تلك الفترة، وهي آراء تبحث، يعني هي آراء تبحث، لكن هو رفضها بغض النظر عن من اللي طرح هذه يعني من ذات القيادات اللي هسه موجودة بالإطار. طبعا هو اشار الرجل، هو اشار قال بعض قيادات الاطار التنسيقي الان. صح. الموجودين هم نفسهم طلبوا مني في تلك الفتره يعني ضرب المتظاهرين، وانا طبعا ما استمعت، انا استخدمت الحكمه والعقل، وهاي جابت نتائج ايجابيه عكس المرحله اللي